انتشار الوعي والنصائح وطبعا انتشار المعلومة بشكل أسهل على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الحمل لا يزال اليوم يشكل في دول نامية تجربة مراد تنطوي على خطورة كبيرة لملايين النساء غير المتاح لهن الخدمات الصحية المناسبة ذات النوعية الجيدة. بالفعل يا نوار، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية لا تزال امرأة واحدة تفارق الحياة كل دقيقتين في العالم نتيجة مضاعفات مرتبطة بالحمل أو الولادة، رغم انخفاض وفيات الحوامل بمعدل الثلث في آخر عقدين من الزمن. طبعا هذا الموضوع الكثير من الأمثلة حوله، طبعا تحدثنا أنه في بعض البلدان مراد، لكن اليوم اخترنا في الجزيرة هذا الصباح أن نسلط الضوء على هذا الموضوع. قبل أن نتحدث عنه سنذهب إلى منطقة جبل مرة بإقليم دارفور، هذه المنطقة المعزولة عن العالم بأسره دون أن تحصل على أي دعم لتحسين الظروف المعيشية للنساء. لا تتوقف الجهود، جهود المجتمعات المحلية لإنقاذ أرواح الحوامل اللواتي يعانين دائما من عسر في الولادة، وهذا مثال آخر يأتينا من العالم مراد. بالفعل يا نوار، عسر الولادة هذه مشكلة حقيقية، وذلك في ظل غياب كامل للخدمات الصحية، حيث يحمل القرويون النساء الحوامل مشيا على الأقدام بعدة أميال نازلين من الجبال لخمس ساعات من مرتفعات جبل مرة على طريق صخري وعر للوصول للقابلة لتأمين صحة الأم وطفلها. هذا التصرف يحسب بالفعل لهذه التجمعات السكانية ولهؤلاء القرويين، خاصة وأن النساء الحوامل يعانين كثيرا خاصة في المناطق النائية، وهذا وجه من لنقل التصرف الحضاري وتحمل المسؤولية. طبعا أكيد مراد، ليس فقط في دارفور مراد، إنما أيضا في الكثير من الدول الأخرى. لو أخذنا مثال في السودان، ووفقا لليونيسف تحديدا، في كل يوم مشاهدينا تموت حوالي 42 امرأة لأسباب يمكن الوقاية منها تتعلق بالحمل والولادة للأسف. وهذا موضوع مهم جدا ولأهميته نفتح حوله نقاشا مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور فواز أمين سعد، استشاري أمراض النساء والتوليد. دكتور فواز مرحبا، صباح الخير. أهلا وسهلا، صباح الخير. يسعد صباحك صباح دكتور. دكتور، كيف يمكن اليوم الوقاية من المضاعفات التي تحدث أثناء الحمل وأيضا الولادة؟ بالنسبة للمضاعفات طبعا أهم شيء الوعي، وأهم شيء اهتمام الدولة نفسها، وطبعا يجب توفر الإمكانيات. يعني الدولة إذا اهتمت بدون إمكانيات ما في فائدة، مثل ما عم تحكوا في السودان، الدولة تهتم ولكن إمكانيات مادية ما موجودة. هل هناك مثلا على المستوى الشخصي، على المستوى الشخصي طبعا الوعي، الرفاهية، الوعي بالنسبة للمريض، ولكن أحيانا هناك عوائق تعيق الشخص نفسه، مثلا مثل ما ذكرته هلأ في السودان، وحدة صار عندها نزيف في منطقة تبعد 5 ساعات عن مكان تلقي العلاج والخدمات الصحية، كيف تتوقعوا منها توصل حية إذا بدأ معها النزف؟ طبعا ما عندهم اي وسيله لتقديم خدمات صحيه. لذلك اهم شغله وعي المريض طبعا، والاعلام او اللجوء الى الخدمات الصحيه بسرعه، هي مهمه جدا. ثاني شيء توفر الامكانيات الماديه، وثالث شغله تنظيم توزيع المنشات الصحيه ضمن البلد بشكل يصبح المنشأة يعني متاحة للجميع. طيب دكتور، خلينا نرجع خطوة للوراء، ما هي أهم أو أبرز هذه المضاعفات التي قد تتعرض لها المرأة الحامل خلال فترة الحمل وصولا إلى الولادة؟ ما هي أبرز هذه المضاعفات التي تؤثر على حياتها وحياة جنين؟ أهم المضاعفات التي تسبب وفاة الأم هو النزف. النزف طبعا بأشكاله، النزف الناجم عن الحمل خارج الرحم، النزف في بداية الحمل، النزف في منتصف الحمل، النزف الناجم عن انفكاك المشيمة الباكر، عن ارتكاز المشيمة المعيب، النزف أثناء المخاط، النزف بعد الولادة نتيجة نزف العطالة بيسمى، نتيجة ارتخاء الرحم وعدم مقدرته على الانقباض،
وبعدين في عنا يعني نزوف كثيره وتمزق الرحم، عسره الولاده، كل هذه اسباب. كل هذه الانواع من النزيف هل تحدث بشكل لنقل الي بين قوسين او طبيعي ام لمؤثر خارجي؟ عاده كل هذه الاشياء يمكن الوقايه منها. مثلا المؤثر الخارجي لا شيء، مثلا خذ النزف العطاري اللي هو بعد الولاده. نحن نعلم انه المريضه عندها استسقاء امنيوسي، عندها حمل توأم، عندها مخاض مديد، ولكن لم ناخذ الاجراءات اللازمه فنزفت المريضه. عرفت عليك؟ طيب اذا اخذنا الاجراءات الصحيحه لمعالجه والوقايه وتوقعنا امكانيه هذا الحدوث، طبعا ممكن نحن نتوقع من حدوث النزف وما يحصل شيء. بعدين اذا عندنا متوفر نقل الدم والسوائل، تعويض السوائل، الوريد، فتح الوريد، الاعطاء الابر المؤديه الى تقلص الرحم بعد الولاده، تمسيد الرحم، كل هذا اشياء اذا يجب ان يعلمها الطبيب. اذا هون اهميه الولاده في المكان اللي هو تتقدم فيه الرعايه الصحيه الماهره، لانه ممكن يكون مستوصف بسيط في قريه هذا ما ممكن يقدم هالخدمات هذه. نحتاج الى رعايه صحيه من قبل اطباء ماهرين ومتخصصين، وعندئذ ممكن الوقايه. طبعا خذ مثلا الحمل خارج الرحم، انا في قطر يعني شفت انه نسبه قليله جدا. ليش؟ يعني مشاكل النزف والوفاه من حمل خارج الرحم، ما في وفاه من خارج الرحم، ولكن ممكن هذا يحصل في السودان، في جنوب الصحراء، في افريقيا، في جنوب اسيا، في من حتى في امريكا اذا كانت المريضه ضمن صحراء وتبعد عن مناطق معزولة يعني. المناطق المعزولة صار مع حمل خارج الرحم نزفت نزيف داخلي أدى إلى الوفاة. من أدى إلى الوفاة قبل وصولها إلى المستشفى. من هذه النقطة تحديدا يجب الحديث عن أهم الأسباب التي تؤدي إلى الوفاة. حضرتك ذكرت الحمل خارج الرحم، لو حدثنا المشاهد طيب عن هذه الأسباب. فينا نقسمهم إلى مجموعة النزوف. هذا أهم سبب، حوالي 30% من الأسباب هو النزف، يشمل الحمل خارج الرحم، بيشمل عسر تمزق الرحم، بيشمل انفكاك المشيمة، ارتكاز المشيمة المعيب، نزوف ما بعد الولادة، كلها هي نزوف تقريبا. في عندنا مجموعة ثانية هي مجموعة الانسمام الحملي وما يتبعه بالإرجاج النفاذي، الاختلاجات. هي من الأشياء دكتور يمكن نفهمها أكثر لأنه صراحة الانسمام الحمل هو عبارة عن ارتفاع الضغط الشرياني مع البيلة البروتينية. يعني المريضة بتطلع بروتين من البول، بيرتفع الضغط وبيصير وزمات في جسم المريضة. هل تأتي مع عوامل خارجية دكتور؟ عادة هو الانسمام الحملي يصيب النساء البكريات، يعني بنسموها أول بيبي. عادة بيصيبهم، بس ممكن يصيب النساء تانين اللي عندهم سوابق ارتفاع ضغط، بس أكثر النساء اللي بينصابوا والفتيات الصغيرات. يعني لو واحدة حملت بعمر 15 سنة 16 سنة مع الإهمال وما راجعت، دخلت إلى المستشفى بحالة اختلاجات شديدة نتيجة ارتفاع الضغط الشديد، وعندئذ بيصير عندها نقص أكسجين وأحياناً ممكن تموت. إذن هذه المجموعة الثانية دكتور اللي هي؟ هذه المجموعة الثانية. في عندنا الانفكشن، التهابات، عدم الولادة في أماكن غير نظيفة، التهابات اللي ممكن تصيب الجسم كلياته، التهاب حمى النفاس، كل هيدي إذا تضاعفت ولم تأخذ المريضة العلاج قد تأتي إلى بنسميها تجرسم الدم، ثم السبتيسيميا، ثم تنتهي المريضة بالوفاة. انفكشن مهم جدا. بعدين في عنا مثلا عسرة المخاض. عسرة المخاض قد ينتهي بتمزق رحم، تمزق رحم يعني وفاة الأم. في أشياء كثيرة تؤهب وممكن كشفها طبعا. نحن مثلا لو مريضة عندها مجيء معترض وعم تطلع في البيت، شو نتيجتها هيدي؟ نتيجتها انه راح تتمزق رحمها، او بتوصل الى المستشفى ما قبل تمزق الرحم، وعاده ممكن انقاذها، بس هيدي ما ممكن تحصل في منطقه فيها خدمات طبيه جيده، عاده بتحدث لما يكون مثلا اللي بيولدوا الدايات في البيوت. راح يجيك البيبي وراح يجي البيبي وراح يجي البيبي، والله اصبري وهلا بيجي البيبي، بالنهايه النتيجه انه صار عندنا تمدد في القطعه السفليه للرحم، وبينفصل الرحم بيصير مثل الساعة الرملية وما قبل ثم يتمزق.
هاتف، وبالتالي المتابعة متابعة المرأة الحامل لحملها لدى طبيب متخصص مهم، أمر مهم جدا. وموضوع هذا يجعلنا كذلك نسلط الضوء على موضوع الرعاية الصحية بشكل عام، خاصة في منطقتنا العربية. هناك أكيد بروتوكولات عالمية معروفة في هذا الإطار. من حكم مشاهداتك يا دكتور، كيف ترى واقع الرعاية الصحية للحامل، للمرأة الحامل وجنينها في عالمنا العربي؟ في عالمنا العربي بتختلف شوي حسب مستوى الخدمات الصحية المقدمة. في منطقة الخليج العربي هون في قطر بالذات، في الدول اللي حولنا، عادة الخدمات ممتازة وتقارب مستوى الخدمات في العالم. يعني مثلا نسبة وفيات الأمهات في قطر، في طبعا تقاس النسبة، أول شيء لنعرف كيف تقاس النسبة، نسبة عدد الأمهات الذين يتوفوا لكل 100,000 مولود حي، تمام؟ بقطر 9 لكل 100,000، في أمريكا 24، في بريطانيا 12، في دول الخليج 9 12 16 هيك تختلف. طيب لو رحنا على الدول العربية الأخرى، السودان، الأرقام بالضبط بدنا رح أخذهم رفلي لأنه ماني حافظ كل دولة، من 600 إلى من 300 إلى 600 بالألف، أرقام كبيرة، يعني 10 أضعاف أو أكثر، تمام؟ هذا السبب طبعا، سبب المساحات الشاسعة للسودان، دولة قارة السودان، فطبعا الدولة مش هتقدم الخدمات الصحية في كل مكان، فممكن تموت أمهات بهذا السبب. هي بالنسبة للدول العربية. النسبة العالمية حوالي 11 بالعالمية كلها، في الدول المتقدمة، في الدول المتقدمة 11 بالـ100,000، في الدول النامية 200 وشوية بالـ100,000، 211 212 بالـ100,000. طيب نتوقع نحن بسنة 2030 أنه مع الخدمات الصحية والاهتمام العالمي برعاية الأمومة أن تنخفض النسبة. هي بسنة 2030 في قطر الآن 9 بالـ1000. نتحدث عن هذه الأرقام. طب دكتور، لمن لا تتوفر لديها كما ذكرت، لأنك ذكرت الجانب الرعاية الصحية للسيدة الحامل، لمن لا تتوفر لها هذه الرفاهية إن صح التعبير، ما هي أهم النصائح اليوم التي نستطيع أن نقدمها للمرأة الحامل التي تشاهد اليوم الجزيرة هذا الصباح حتى تمر فترة الحمل بسلام؟ أولا توعية على مستوى المرأة، السوشيال ميديا، الدولة، الإعلام، مهم جدا. هذا برنامجكم مثلا، هذا مهم جدا لأنه الناس عم تسمع وعم تعرف أهمية الرعاية الصحية للمرأة الحامل. الرعاية الصحية تبدأ من الحمل، من ما قبل الحمل، المشورة قبل الزواج أيضا، ثم قبل الحمل، ثم أثناء الحمل، وفي عنا بروتوكولات طبعا تتبع، وثم عنا مستشفيات موزعة في كل الخدمات الصحية في كل أنحاء البلد، هيك لازم تكون. ثم التوعية بعد الولادة، لأنه لا تنتهي طبعاً. حسب تعريف موت الأم يعرف أنه أي وفاة للأم أثناء الحمل أو في الست أسابيع التالية للحمل، يعني حتى بعد الولادة بدنا نضل نتابع. دكتور، حتى في اللي نقول في الثقافة الشعبية العربية يقال أنه القبر المرأة يبقى مفتوح بعد الولادة 40 يوم، يعني هذا مثل شعبي. معظم الأسباب التي تؤدي إلى الوفاة يمكن الوقاية منها. هذا شيء جيد. إذن مجرد الاهتمام، تدريب الأطباء، توفير المنشآت الصحية، توعية المرأة. مثلا راجع المستشفى عند أي بداية للنزف، إذا عندك أي شيء مثلا سيلان السائل الأمنيوسي قبل فترة من الولادة، هذا يؤدي إلى الإنفكشن، وقد تموت الأم إذا تركت نفسها، ارتفاع الحرارة. ثم وبالتالي يا دكتور، هنا الاهتمام بالموضوع، موضوع المرأة قبل الزواج وبعد الزواج، أثناء الحمل وعند الولادة وعندما تكون نفساء كذلك. شكرا جزيلا لك يا دكتور على كل هذه الإيضاحات والمعلومات الجيدة، تعلمنا الكثير منك اليوم أشياء جديدة. دكتور فواز أمين سعد، استشاري أمراض النساء والتوليد، شكرا لك. شكرا لك دكتور. أهلا. شكرا.